أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربي أذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. ربي أذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. ربي لا تبقي لنا من المخزيات ذكرى. ربي أرنا أنوارك الكلية. ربنا أرنا حقائق الأشياء. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه. مشاهدين الأكارم، نحن معكم في برنامج منهاج الطالبين. بدأنا في هذه السلسلة وتحدثنا عن موضوع من أين يتولد الإثم، وقلنا وأكدنا أن الإثم مرض يسقم روح الإنسان ويجعلها محجوبة بعيدة عن رؤية الله عز وجل، ولا تحقق الهدف التي خلقت من أجله. اليوم سوف نتحدث عن التعنت، عن العناد الذي يولد الإثم في الإنسان. رأينا أن العناد، أن التعنت منع قريش من معرفة الحبيب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا العناد الذي حرمهم من معرفة الله إلا حين تطهروا، ومنهم من قبل، لكن التعنت، العناد خطير. وأستاذ أيمن المالكي عن هذا الموضوع أهم، وغدا تكون الحلقة عن الرغبة العارمة. كيف تكون الرغبة العارمة مصدر للإثم، وكيف تكون قلة الرغبة أيضا مولدة للإثم. فنريد بداية أستاذ أيمن أن تعرف لنا التعنت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة التعنت والعناد مفهومان مختلفان نوعا ما، ولكن متقاربان أيضا في معنى التشدد والتصلب، و يعني ضعف المرونة والمقدرة على الأخذ والعطاء، سواء فكريا أو عمليا أو أي معنى آخر. وفي الحقيقة يعني هناك عدة أيضا آراء في هذه المعاني، يعني من المعاني التي ممكن أن تدل عليها التعنت هو المشقة أو تحميل الأشياء ما لا تحتمل، سواء المشقة على النفس أو على الآخرين. يعني يقول أبي الهيثم مثلا، يقول: العنت في كلام العرب الجور والإثم والأذى. العنت مثلا في إحدى المعاني هو الهلاك، وأعنته أوقعه في الهلكة. وإذا قلنا أعنت الراكب والدابة، أي حملها ما لا تحتمل. إذن هي عدة معاني لهذه الكلمات تجتمع حول مفهوم التصلب، الهلاك الذي هو مرتبط بالتشدد يعني دون سبب عقلي عقلاني. هذا السبب يبنى من خلال الأخذ والعطاء والتدارس والتناقش وتفهم الأمور والبحث عن الحقيقة من خلال تقليب الأحداث والوقائع والمستجدات من هنا ومن هناك ومقارنتها، وفي النهاية يعني يصل الإنسان إلى قرار أنا حول يعني المفهوم الذي هو يبحث في صدده، في صدد البحث عنه، يقبله أم يرفضه، هو هكذا أفضل أو هكذا أفضل، هو هذا صح أو خطأ، هو جيد أم غير جيد، حتى يتخذ هذه القرارات حول الأشياء التي يتعرض لها في حياته. إذا لم
يعني يسير في هذا الاتجاه بطريق النقاش والحوار والبحث والتدقيق والأخذ بالأدلة والبراهين وإلى آخره، إذن فهو وقع في التعنت، وقع في العناد الذي ينطوي عليه الخطأ والمشقة. ويعني في هذا المسلك يعني نقطة خطيرة جدا، وهي أن الإنسان يصبح يعني يدعم الفكرة لمجرد الفكرة وليس لسبب وجودها أصلا، وهذا يعني سنتكلم به إن شاء الله لاحقا اليوم. أستاذ عبد القادر، كيف العناد يولد الإثم؟ كيف يولد الجهل بداية، ومن ثم يصلنا إلى الإثم، والإثم كما ذكرنا مرض يسقم روح الإنسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا دعنا ننظر إلى الحالة النفسية التي يكون عليها هذا المتعنت. المتعنت كما يعني عرفه وقدمه أخي أيمن، هو إنسان متشدد برأيه. هذا التشدد بالرأي ينم على أن هذا الإنسان يرى بنفسه أنه أفضل من غيره، يعني قد وصل من رجاحة الرأي والعقل ما لم يصل إليه غيره. بالتالي هو لا يسمح لنفسه أن يفكر بما يقدمه الآخرون، سواء هذا الذي يقدمه كان حقا أم باطلا. وبالتالي هو يرفض مجرد الاستماع، يرفض مجرد النقاش والحوار. ولذلك وصف الكافرين أو الكافرون بأنهم دائما وصفوا بهذه الصفة، بأنهم متعنتون معاندون، وبالتالي استحقوا عدم الإيمان بالأنبياء. يعني هذه الصفة كانت حائلا بين إيمان الناس بالأنبياء، لأنهم والمعاند دائما يعني مصاب بحالة من بصفات الاستكبار والغرور، وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما قال نعم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا مثلنا مثلك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يعني هم يرون التعند يأتي بالجهل، لأن إذا لا تتعرف على هذا الشيء الجديد فكيف تميز، لأن فتصبح جاهلا وتبقى جاهلا. نعم، لأنه هو المتعنت دائما ينظر نظرة يعني من الأعلى، استعلاء. ولماذا؟ لأنه يرى أن رأيه صائبا، ويرى ولا يحتمل الخطأ، ولا يحتمل الخطأ، رأيه يعني صواب ولا يحتمل الخطأ، هكذا حاله. وبالتالي هم يعني دائما يتهمون الأنبياء بهذه التهمة، أنتم بشر مثلنا، ليس لكم أفضلية علينا، وحتى الذين آمنوا بكم واتبعوكم هم ناس ليس عندهم رأي وليس عندهم رجاحة عقل. هذه الحالة النفسية التي يكون عليها المتعنت. ومن هنا عندما الإنسان يلغي عقله، يفكر يعني يعطل عقله وتفكيره، فحتما سوف يقع بالجهل، ويقع بالجهل الدائم، أي يقع بالكفر، ويقع بالجهل المؤقت. لأن حتى الإنسان يعني المسلم بهذه الحالة ويقع بالتعنت في مواقف معينة تجعله يقع في جهل مؤقت، وبالتالي يقع بالآثام. بكل بساطة يعني نريد أن نذكر ونحن نستعرض بمسببات الجهل الاثنى عشرة والتي ناقشناها. هي تقوم على فكرة أساسية، أن الإنسان كيف يقع بالجهل؟ هو حقيقة عندما يعطل عقله، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على ما يمتلكه من إمكانيات، من قدرات، يحاسب الإنسان على ما يعني يفكر به. فإذا عطل هذا التفكير بقصد وهذا العقل بقصد منه، فإنه يقع بالجهل ومن هنا يحاسب. فالمتعنت هو دائما يرفض فكرة يعني استخدام
العقل والفكر عند مناقشة ومواجهة الآخرين. والسماع المباشر الأصل هو الاستماع، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لكن عندما يتعنت ويركب العناد كما نقول، الكفر عناد، فهو لا يعرف الخير ولن يتعرف على الخير، فكيف يميز؟ يعني المشكلة هذا العناد هو الذي يحرمه من الكثير وفعلا يجعله جاهلا. يعني نعم، هذا العناد يعني يجعل يعني ينظر لنفسه كما نظر إبليس لنفسه عندما قال أنا خير من هذه الخيرية. هو يرى بنفسه بأنه يتميز عن الآخرين، هو أفضل من الآخرين، وبالتالي ليس له حاجة أن يسمع، مجرد الاستماع للآخرين لأن رأيه هو الرأي الراجح والآخرون رأيهم طبعا خاطئا، وبالتالي هذه هي قمة الجهل. نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. فالله سبحانه وتعالى ذكر وحذر بكثير من الآيات، إذا ذكرت لنا بعض منها. نعم، في الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حذر كثيرا، وفي أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث حذر كثيرا مسألة العناد ومسألة التعنت. في الحقيقة يعني الله سبحانه وتعالى كما قلنا يقول: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. المصلح الموعود هنا يقول في التفسير الكبير يعني فكرة، يقول في يعني في قول الله سبحانه وتعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي لأنهم يصرون على موقفهم تعنتا وعنادا فلا نهديهم جبرا وقسرا. هذا قصد الله سبحانه وتعالى، يعني يفسر الآية، لأنهم الله سبحانه وتعالى بيقول يعني فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. المصلح الموعود يقول: أي لأنهم يصرون على موقفهم تعنتا وعنادا، موقفهم بالكفر وبعداء الأنبياء بغض النظر، ودون أن حتى يسمعوا ماذا يقولون هؤلاء الأنبياء، ودون أن يستمعوا إلى رسالتهم وإلى دعواهم، لأنهم يصرون على موقفهم تعنتا وعنادا فلا نهديهم جبرا وقسرا. يعني هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ليس هو يطبع على قلوبهم، ولكنهم بسبب عنادهم وتعنتهم يطبع على قلوبهم، لأن قلوبهم أصلا لو كانوا يسمعون لمبعوث السماع على الأقل يحسنوا الاستماع. هنا المشكلة فعلا، يعني لابد، أنا أريد أستاذ عبد القادر وأستاذ أيمن أن نركز على هذه النقطة المهمة جدا. بعض الناس يقول لك: لا تسمعوا للكفر. من قال لك؟ أولا عليك أن تسمع، هل هذا كفر أم هذا خير؟ هذا جيد، لأنه لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني هذا التحذير والتوجيه الرباني، هذا الهدي الرباني لنا كمسلمين، يعني لابد أن نعقل هذه التعليمات وهذه التوجيهات، لابد أن نسمع. كيف نعرف الآخر؟ لماذا إذا أنا متعند في موقفي بدون أن أعرف الآخر؟ كيف أهديه بدون أن أفهم وأسمعه؟ فالقضية قضية فعلا خطيرة، تأتي يعني كثير ما نراه الآن في المجتمعات الإسلامية بشكل عام والعربية بشكل خاص، لا تحسن الاستماع لأنها في قرارة نفسها العناد، أنا خير منه، أنا عندي بدون. يعني أحيانا الذي الإنسان المتعنت ربما بينه وبين نفسه يعرف أنه على خطأ، وبسبب تعنته وعناده هو لا يعترف بهذا الخطأ، ويعتبر هذا يعني إنقاصا من قيمته. فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى يقول أن الكفار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم علوا، يعني هم في داخلهم يعني متيقنين بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الأنبياء هو الحق، وهم يعني يعلمون ذلك. ولكن طبعا الإنسان وأهواء الإنسان ربما تغير هذه الفكرة التي في داخله، ولكن بسبب
التعنت هو لا يعترف بهذا اليقين الذي يعني بداخله. يعني التعنت يحول دون اعتراف الإنسان بالحق. ولذلك المتعنت ماذا يلجأ، ما هي الأساليب التي يستخدمها في مواجهة الحق؟ هو لا يعني لا يقابل الأدلة بالأدلة، هو يرفض الحوار، هو يرفض النقاش. لماذا؟ لأنه أيضا هو متشكك فيما عنده. فلذلك نرى أن الكفار دائما ما يلجؤون إلى السلاح الأول في مواجهتهم مع الأنبياء، وهو طلب الآيات وطلب المعجزات. يعني لو كانت القضية نقاش حق ومعرفة حق والهدف هو وصول الحق، لا طلبوا من الأنبياء معرفة الأدلة التي يقدمونها والتي من خلالها يبطلون معتقداتهم ويثبتون صحة الرسالة التي جاءوا بها. إذن هم لا يلجؤون إلى تفنيد هذه الأفكار التي جاء بها المبعوث السماوي، وإنما يلجؤون إلى المعجزات. وإذا طلب المعجزات هو طلب الكفار في كل عصر من العصور. لأنه مسبقا هو عنيد في رأيه، فيريد أن يقول لك أعطيني معجزة، مع أن هذا الطلب كما قال السيد المسيح جيل شرير يطلب آية. نعم. فالقضية أن طلب الآيات هي طلب هذه سنة الكفار وليس سنة المؤمنين. بالضبط. سنة المؤمنين زي عندما سمع أبو بكر الصديق عن رسالة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالوا قلت فسوف يعني سوف أقبل رأيك لأني أعرفك. فلكن الكفار ماذا يطلبون؟ آيات معجزات. ولو كان هذا صحيح، وكان نقاش قبل أيام مع أحد المشايخ من الأردن، لأن قال ماذا معجزة ميرزا غلام أحمد عليه السلام؟ قلت له طب نبدأ، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ؟ بداية هناك معجزات كثيرة ومئات وملايين، وكل يوم هو حقيقة وجود الجماعة في العالم مئات الملايين من المعجزات. لكن تعال، هذا السؤال هو سؤال يعني فقط من منطلق عنادي وليس من منطلق أن تفهم الحق. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء ودعا قريش لم يكن معه أي آية ولا أي معجزة. والآية يعني تنتهي، الآية تنتهي بوقتها، يعني ليس هنالك تصوير صوتي. نعم. ولا يعني ليس هناك تصوير بالفيديو ولا بالصوت لهذه المعجزة التي حدثت في زمن معين حتى يعني. لا، هي بداية يعني ليس يوجد مع الأنبياء هذا الطلب. هذا الطلب نحن نريد أن ندخل إلى دلائل صدق الأنبياء، لكن أن الطلب بداية هذه ليس سنة المؤمنين. لا. سنة المؤمن هو الذي يستمع ويحسن المعاندين. الاستماع ويتبع التي هي أحسن، وسنة الكفار الذين لا يستمعون يقول لو كنا نسمع بعد لو يعني لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير. فهنا المشكلة. وفلسفة المعاند المتعنت هو أنه يعني ليست مشكلته مع الفكرة، يعني هو قد يكون في الداخل معتقد أن الفكرة المقابلة هي أصح من فكرته، ولكن المشكلة ليست مع الفكرة، المشكلة مع ذاته هو. لذلك غالبا ما يتصل العناد والتعنت مع الكبر، لأنه يعتقد مع الكبر آسف، لأنه يعتقد إذا فكرته انهارت أو فكرته خسرت إذن فهو خسر. هو خالق نوع من الترابط بينه وبين فكرته، ويظن أن قيمته متمثلة بقيمة فكرته. فإذا كانت فكرته سائدة إذن فهو سائد وهو قوي، وإذا فكرته انهارت أو هزت أو تبين أن فيها خلل إذن فهو شخصه فيه خلل، لأنه يعتبر أن هذه الفكرة تمثله وهو يمثل هذه الفكرة. لذلك هنا هذه النظرة الخاطئة، هذه الفكرة الخاطئة لديه هي التي طبعا بالإضافة إلى الكبر الذي يكون موجود كخلق، هو الذي يدعم باتجاه أن يصبح الدفاع عن الفكرة دفاعا عن الوجود وليس دفاعا عن الحق. نعم، دفاع عن الذات، عن ذاته هو، عن وجوده هو، عن كيانه هو، وليس عن فكرته، ليس عن يعني عن الحق المتضمن في هذه الفكرة. لذلك نجدهم يطلبوا المطالب التعجيزية، يعني من يأتيه نبي يقول أنا أتيتك من عند الله سبحانه وتعالى كي أربي هذه الأجيال وأنشئ الأخلاق وأزرع بذرة، تطلب منه مائدة من السماء أو تطلب منه يعني مطالب غريبة جدا ليس لها تدخل مباشر وليس لها علاقة
مع ما أتى به، هي مجرد مطالب يعتقدون أنهم سيعجزون أو يعني سيعجزون الأنبياء بهذه المطالب حتى يفتروا عليهم. نعم أستاذ، يعني حقيقة الإنسان فعلا نرى كثير من الآيات أن تحذر العنيد والمتعنت نعم ومصيره جهنم ومصيره معاناة ومصيره الضنك، لأنه لا يحسن الاستماع وقبول الآخر أو الرأي الآخر حتى يستطيع أن يميز، يعني يدخل هو فعلا في الجهل مباشرة ثم في الإثم. يعني هذا ما يعني هذه الصفة الذميمة يعني التي تحول بين المرء وبين بلوغه الحق، يعني فعلا هي التي إذا ما اتصف بها، يعني دعنا نقول الآن ونبسط الموضوع، يعني هذه الصفة حتى أي شخص يتصف بها ويكون بمستوى المسؤولية، إذا كان أب أو إذا كان مسؤول عن مجموعة من الموظفين أو إذا كان زعيم قبيلة أو رئيس دولة، يعني هذا التعنت والتفرد بالرأي هو يعني يقتل التطور والإبداع والإنتاج. لذلك لاحظ الآن أن يعني النظام الحديث المعاصر يقوم على العمل المؤسساتي وعدم التفرد بالرأي وإشراك الآخرين بالرأي، وهذا أيضا أصله في الإسلام، وشاورهم بالأمر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه كان يشاور صحابته في يعني كثير من الأمور ويأخذ بآرائهم، وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني خير البشر وهو موجه من الله سبحانه وتعالى تراه يشاور أصحابه، يشاور سلمان الفارسي ويشاور آخرين في غزوات أخرى، وهكذا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نتعنت ولا نتشدد في آرائنا. دعنا نرجع يعني أسلوب المتعنت في حواره مع المبعوث السماوي أو مع الذين يمثلون رسالة الحق. هم دائما كما ذكرنا في البداية يطلبون معجزة، وبعد ذلك ربما يعني تأتي المعجزة فينطق لا يراها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عنده تكبر نعم بسبب هذا العناد نعم يخلق عنده الكبر. كيف لا يرى هذه المعجزة ويحاول أن يفسر ويؤول هذه المعجزة بأنها ليست شيء مميز وخاص بالنبي، إنه هذه الشيء ربما حدث صدفة وكما تحدث أي أمور، يعني ليس هذا الأمر شيء معجز وربما يعني يقوم به أي إنسان ويتحقق لأي إنسان. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما بالنسبة لما أتى به معجزة القرآن وتحدهم القرآن بأن يأتوا بمثله، فقالوا هذا الكلام ممكن واحد أعجمي كتب له هذا الكلام، وهكذا هم يحاولون ينتقلون إلى نقطة أخرى، إنه إذا جاءت المعجزة وجاءت الآية يحاولون يبطلون مضمون هذه المعجزة، وبعد ذلك ينتقلون إلى أسلوب آخر وهو اللجوء إلى استخدام العنف يعني الجسدي أو العنف النفسي أو المقاطعة. المهم أن هؤلاء المتعنتين المعاندين هم لا يريدون أن يصلوا إلى مرحلة المواجهة المباشرة والدليل، وبالتالي هم يبتكرون يعني مثل هذه الوسائل، ربما يعني يلجؤون إلى الكذب محاولة لتبرير هذه يعني إثبات أن نعم إثبات أن هذه أن هذا الشخص هو ليس بنبي، ربما يحاولون أن يقول أن هذا الإنسان ربما أن هناك تعاون معه أناس ساعدوه في هذه الأفكار، كتبوا له هذه الأفكار، وهذا طبعا يعني ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وقال الذين يعني أيضا تريد أن تقول فكر المؤامرة هو ديدن نعم ديدن ديدن الكفار على مدى التاريخ قديم جديد وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى بسبب العناد طبعا بسبب العناد، ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما قال وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى، إذن هو كذب، وأعانه عليه قوم
آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وعانه عليه قوم آخرون. يعني دائما يكون إن وراء هذا النبي لابد أن يكون هنالك مؤامرة، لابد أن هناك أناس يدعمون هذا النبي، يعطوه الإمكانيات المادية، يعطوه هذه الأفكار. إذن هم دائما يعني يفكرون، يعني يحاولون أن يجدوا المبررات، يجدوا المبررات لإبطال الفكرة التي يأتي بها النبي. ولذلك من معاني التعنت طلب الزلة، طلب الزلة، يعني أن المتعنت يريد ويبحث دائما على عن إيجاد الأخطاء والضعف في الآخرين، يصطاد بالماء العكر. وماذا ماذا ماذا يريد أن يصل إلى ذلك؟ هو يريد أن يثبت أن رأيه هو الصائب، وهو الوحيد الصائب من خلال تتبع وأخطاء وعثرات الآخرين. يعني القرآن المجيد يحدد، يعني هناك ثلاث أخلاق تكلم عنها القرآن المجيد في مسألة الحوار، عندما يعني نكون في نقاش مع الآخرين. يعني في البداية الأدب الأول يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. إذن هذا هو المبدأ الأول، مبدأ احترام الرأي الآخر، مبدأ عدم السخرية من الآخر، حتى لو أن هذا الآخر أنا أختلف معه، وحتى أنا لو أنني يعني أجد ما يقول هو ضربا من الخيال، يجب أن أحترم آراء الآخرين وأحترم معتقدات الآخرين التي يؤمنوا بها. يعني هذا الشرط الأول، المبدأ الأول والأدب الأول في أدبيات الحوار الإنساني. ثم الأدب ليس فقط أحترم وأن أبدأ بعيد، يعني لا أفهم ولا أسمع ولا أدرك ما يقولون، حتى لعل هناك خير، الحكمة ضالة المؤمن، نعم، أخذها حيث وجدها. فإذا تعلل ويقول فقط عندي الخير كله وليس عندك، ولا يجد عندك خير ولا يجد عندك أي فضيلة، فإذا نعم أدخل في الجهل. نعم، لأن نتكلم على فرض أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في مواقع عديدة: أفلا تعقلون، أفلا تفكرون. والتعقل والتفكر هو بحاجة للبحث، وبحاجة للتشاور، وبحاجة للتناقش، وبحاجة لتلاقح العقول. هذا يعني الأخذ والعطاء هذا عبارة عن تلاقح عقول، يعني كالنحلة تذهب إلى هذه الزهرة قليلا وهذه الزهرة قليلا لتجمع العسل، وفي طريقها إلى هذه الزهرات تلقح هذه الزهرة، يعني تساعد هذه الزهرة بأن تتلقح من جارتها الأخرى، وهكذا. هذا هو تلاقح الأفكار، تلاقح العقول. يعني حتى العلم الذي نحن بصدده اليوم، الذي وفر لنا سيارات وطيارات وبيوت وعمارات وإلى آخره، وأجهزة دقيقة جدا، هو علم تراكمي. يعني تخرج عشرات النظريات وعشرات الأفكار تستفيد من بعضها. نعم بالضبط، ليس بفضل عالم واحد نحن وصلنا إلى هذه الحضارة. أعود إلى الموضوع. الأدب الأول قلنا عدم السخرية، احترام وجهة النظر الأخرى. الأدب الثاني هو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذه قاعدة أساسية لم يلتزم بها كل الذين عادوا الكفار، الذين عادوا الأنبياء من قبل، وهو سوء الظن. مبدأ المؤامرة هو جزء من سوء الظن، أن دائما أضع فرضيات مسبقة وأحكام مسبقة بأن هذا الشخص هو سيء، وهو يريد يعني أن يحقق مطامع وأهداف دفينة وسرية وخطيرة جدا من وراء ما يأتي به. سواء يعني طبعا هذه نظرة الكفار للأنبياء، وعندما يبني هذه الفكرة ويتعنت في موقفه ويضع يبني، لأنه يدخل بأفكار مسبقة أصلا من سوء الظن والخيالات، يعني هذه الأفكار المسبقة التي يدخل بها أصلا للنقاش والحوار تقف حاجزا وسورا عاليا بينه وبين إمكانية التفاعل مع الآخر. هو حتى يعني التعنت يحتاج إلى سوء الظن. نعم. يعني حتى يعني سوء الظن هو سلاحه. يعني دائما اتهام الآخرين ولا تكذيب، لاحظ الأنبياء،
والتشكيك في يعني الأفكار التي جاءوا بها، وأن هذه الأفكار وأنه أتى ليأخذ الحكم وأنه بالضبط أتى ليضل للناس وأنه وطلب أتى إلى آخره للزعامة، وطلب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه الزعامة والرئاسة. هم يعني دائما هذا التعنت يفرز هذه الحالة من سوء الظن والتشكيك في الأنبياء. ناخذ اتصال معنا. اتصال، السلام عليكم. طبعا قطع الاتصال، نخرج إلى نعم تفضل. نعم أكمل الأدب الثالث، إذا كنا الأدب الثاني هو اجتناب سوء الظن، وهذا موضوع يحتاج إلى حلقات وحلقات. هنا فقط للتذكير وبما قاله سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام، يعني اجتنبوا سوء الظن حتى ولو رأيتم السوء بأم أعينكم لعل عينكم أخطأت ما رأت ولعل أذنكم أخطأت ما سمعت. هذه القاعدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني التمس لأخيك عذرا حتى وإن لم تجد عذرا فلعل أن هناك عذرا يعني لم تفكر فيه ولم تستطيع أن تصل إليه. الخلق الثالث أو الأدب الثالث في أدب الحوار، وهو قال الله سبحانه وتعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا الخلق في الحقيقة هو أو هذا الأدب هو يعني لم تقتصر حرمة الإساءة للمحاور أثناء وجوده فحسب، بل تتعدى ذلك إلى ما بعد غيابه. يعني أيضا عليك أن لا تسخر من هذا المحاور وتحترم أفكاره وتحترم معتقداته، وأيضا في أثناء الحوار عليك أن تدخل بحسن النية وحسن الظن وأن تفترض الخير في الذي أمامك وأن تفترض وجود الحكمة والخير عنده. وأيضا غير ذلك أنه بعد انتهاء هذا الحوار لا تغتاب هذا المتحاور ولا تتجسس عليه برضو من دافع سوء الظن أن لديه معلومات يخفيها وإلى آخره. نعم. إذن هذه أدبيات ثلاث. استراحة قصيرة مشاهدينا الأكارم، نحن معكم بانتظار اتصالاتكم واستفساراتكم إما عبر الهاتف أو المشاركة الحية عبر موقعنا islamahmadiyya.net. كونوا معنا. وإن إمامي سيد الرسل أحمد رضيناه متبوعا وربي ينظر ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لياليها تصور أبعاد نبي الله شيء يروقني أبعاد نبي الله شيء يروقني أبعد رسول الله وجه منور عليك سلام الله يا مرجع الورى لكل ظلام نور وجهك نير ووالله إني قد تبعت محمدا ووالله إني قد تبعت محمدا وفي كل آن من سناه أنور
وفوضني ربي إلى روض فيضه، وإني به أجني الجنى وأنضر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأكارم في كل مكان، معكم في هذه الحلقة من برنامج منهاج الطالبين. نتحدث من أين يتولد الإثم، وقلنا يتولد الإثم من الجهل، ومن الجهل أن يكون الإنسان عنيدا متعنت. فالناس حجبوا من معرفة الله وابتعدوا عن الحق بسبب تعندهم وتعنتهم. أستاذ عبد، كيف يكون التعنت مسبب للجهل ومن ثم إلى الإثم الذي يحجب الروح من معرفة الله ومن تحقيق الهدف التي من أجلها خلقت؟ نعم، الحقيقة نحن يعني برسوخنا على الحق وثباتنا على الحق لسنا متعنتين، لأن التعنت يعني التشدد والتصلب بالرأي بغياب المعرفة المبنية على علم بين، علم يقيني مبني على السماع والإصغاء والتفكر والتأمل والتدبر. ولذلك هذه نقطة مهمة جدا، أن المسلم لا يجب أن يكون مسلما فقط بالوراثة، ويجب أن يكون واعيا فاهما لتعاليم هذا الدين. يعني الإنسان فقط مقلد، نعم، فهو متعند لما هو مقلد له للمواريث. بالضبط، وإن وجدنا آباءنا على أمهم لمقتدون. نعم، فهذا التعنت هو يعني المرفوض، لأنه الإنسان مغيب يعني الحق عندهم، لأن هكذا هذا ما ورثوه عن الآباء والأجداد. بالضبط، فنحن مثلا كأحمديين يقولون لنا أحيانا بأنكم متشددون في مواقفكم. نحن نقول أن هذا هو القرآن ونحن نفهم القرآن. تعالوا نعود إلى القرآن واسمعوا، وبالتالي نتحاور سوف نصل إلى النتيجة إذا كانت بالضبط النوايا سليمة. نعم، ليس عندك حائط العناد في داخلك، فإنك سوف تتعرف على الحق. في النهاية فإن الموقف الثابت الذي يعتمد على مجموعة من الأدلة والبراهين والذي صاحبه يعني يفتح الباب لآخر لحظة، حتى آخر نفس في حياته يفتح الباب للنقاش والحوار الهادئ، وفي نفس الوقت هو يحترم الخصوم، يحترم يعني الناس الذي وجهات النظر التي يختلف معها وأصحابه، يحترمهم ويحاورهم بهدوء، ولا يحترمهم بشكل منافق كما نعرف من كثير من الناس ومن أصحاب الأفكار. لا، نحترمهم بالسر ونحترمهم بالعلانية، نحترمهم أمامهم ونحترمهم ونحن جالسون مع أنفسنا. ويعني هذا الجو من المحبة والانفتاح والقدرة على يعني المرونة في التفكير، هذا هو المقصود. والثبات يعني هذه نقطة يعني أنا أؤكد عليها أيضا، حتى لا يخلط يعني بين الثبات والعناد والتعنت. نعم، لا، يعني أصلا جوهر الدين قائم على الإقناع وعدم الإكراه، يعني الذي يريد ولا يقتنع بأفكار الإسلام ومعتقدات الإسلام ويريد أن يترك الإسلام فله ذلك، يعني ليس عقوبة دنيوية عليه. المهم نرجع إلى الموضوع، أن المتعنت يعني ربما يرى محاسن الإسلام وجمال الأفكار الجميلة في الإسلام وواقعية الدين، ولكن بسبب تعنته لا يؤمن. فالله سبحانه وتعالى يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني بالرغم من رؤيتهم لمحاسن الإسلام وأن الإسلام به من يعني ما قدمه من الأحكام والآراء الصالحة لكل زمان ومكان، ولكن بسبب التعنت، بسبب الإصرار على الموقف، هم لا يصرحون بهذه الأمنيات يعني الموجودة في داخلهم. وكذلك المتعنت هو إنسان متكبر، يعني من جهة أخرى يعني هو كما قلنا يرى الحق، ولكن بسبب عناده وتكبره
يحاول أن يفسر هذا الحق بطريقة يصبح هذا الحق باطلا، وبالتالي هو لا يتبعه. ولأن الله سبحانه وتعالى بسبب تكبره أبعد عنه فهم هذا الحق. سأصرف عن نعم كما قال تعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، فلا يدخل هذا الحق والإيمان في قلوبهم ولا يؤثر في عقولهم، فلا يحدث ذلك التأثير. ومن هنا نرى أن الإنسان المتعنت، الإنسان المعاند، لا يمكن أن يصل إلى الحق. معنا الأخ عبد الرزاق من الأردن، السلام عليكم. الأخ عبد الرزاق هو يعود بالاتصال مع الأخ عبد الرزاق. نعم تفضل أكمل أستاذ عبد. نعم أيضا المتعنت في يعني في مرحلة من المراحل وهو يعني يدافع عن موقفه ويدافع عن آرائه، هو يحاول أن يلوي أعناق النصوص، يحاول أن يفسر النص الديني بطريقة يعني تتلائم مع أهوائه مع رغباته. ومن هنا فاليهود مثلا لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مجيء نبي من يعني بني إسماعيل، يعني من ذرية إسماعيل، هذا مذكور عندهم في التوراة، وهم يحاولون أن يفسروا النص بطريقة أخرى. وكذلك اليوم نحن في الجماعة الإسلامية الأحمدية عندما نقول أن الإمام المهدي جاء من عليه السلام من الغير العرب، هم يحاولوا أن يفسروا النص بطريقة بحيث يكون هذا المبعوث من العرب، وإن كانت يعني النصوص تكون واضحة، وإنما هم يفسرونها بطريقة تتلائم مع أهوائهم، وذلك حتى يبقوا مصرين على موقفهم، كل ذلك طبعا بسبب تعنتهم وعنادهم. يا أستاذ أيمن، هذا العناد بسبب الأمور الموروثة من الآباء والأجداد، نرى أنها أدخلت الناس في كثير من المتاعب وظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم بسبب هذا الفهم. لماذا حسب رأيك هذا التعنت، يعني هذا العناد، كيف أن الناس يربون أنفسهم أو يربون أبنائهم على العناد دون أن يعوا أنهم سوف يصدرون للعالم يعني فقط متعنتين وأولاد عنيدين يعني لا يقبلون الحق ولا يقبلون الفكر. الحقيقة يعني كما أؤكد دائما أن الأخلاق الأفكار هي تنتقل بالعدوى بين الناس كما تنتقل الفيروسات، لذلك من لديه فكرة فإنه فليعلم أن هذه الفكرة ستتسرب لولده حتى لو حاول إخفائها. الآن بالنسبة لمبدأ العناد، كيف يمكن مثلا أن نربي أبنائنا، أو ما هو يعني ما هي تصرفات السلوكيات التي موجودة في يعني في النمط المعتاد في التربية العربية، والتي يمكن أن تؤدي بالطفل إلى أن يصبح عنيدا؟ عنادنا نحن يعني الآباء، عناد الآباء تجاه سلوكيات الأطفال، هذا يعلم الأطفال العناد. يعني عندما يخطئ الطفل فإن والده أو والدته يطلب منه أن يفعل كذا دون نقاش دون حوار، ويعاقبه يوجه له عقاب دون أن يوضح له أسباب هذا العقاب، ويعني لماذا استحق هذا العقاب. هذا سلوك مع الأولاد يعلمهم العناد. يعني العناد هو يعني قرارات جزافية ليس لها يعني اتصال، ليس لها يعني مثلا النبتة تعرف أن يعني إذا أنا زرعت حبة قمح مثلا وشهدتها منذ البداية، زرعتها ثم أنبتت قليل من الجذور ثم بدأت تخرج وأصبحت سنبلة وحملت قمح، يكون الموضوع متفهم لدي من بدايته حتى النهاية. ولكن إذا في لحظة هكذا أصبحت سنبلة عنزة ولو طارت، فلا أستطيع أن أتفهم هذه يعني هذه العملية من بدايتها حتى نهايتها. كذلك الطفل، علينا أن نفهم أولادنا لماذا نأمرهم بكذا، وعلينا أن نفهم أولادنا ونتحاور معهم ونناقشهم لماذا ننهاهم عن كذا، وليس فقط مجرد إصدار أوامر
بافعل كذا ولا تفعل كذا. وأيضا حتى عندما نعاقب أبنائنا علينا أن نجلس معهم ونحاورهم حول هذا العقاب، لماذا استحقوه وكيف يمكن أن يتخلصوا منه في المرة القادمة، وإلى ما ذلك من هذه الأساليب في التعامل مع أبنائنا. يعني نقدم لهم الأسباب والمبررات لهذا الفعل بالضبط حتى تصبح الصورة واضحة كاملة. نعم. لديه هو يفهم. فعلا أن نفصل بهذا الموضوع بعض الشيء بعد أن نأخذ الاتصال من الأستاذ عبد الرزاق. الأخ عبد الرزاق من الأردن، السلام عليكم. السلام. ارفع، اطلب من الكنترول ان يرفع صوت الاخ عبد الرزاق. تفضل. انا معك وعلى الخط. ايوه معك، سامعينك، تفضل. سامعيني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ الحمد لله. ان شاء الله مبسوطين. الحمد لله. بدي اسالكم والله انا عن يعني التعنت والانكار الشديد للمهدي عليه السلام. يعني هذا التعنت والانكار سبب لنا عدم نزول مطر السماء والرحمه. نعم. ويعني احنا بندعي للناس ان الله يهديها وياخذ بايدنا بالدعاوي احنا الاحمديين ان الله يفرج علينا كل المطر هذا والاوضاع اللي صايره بالدول العربيه. ان شاء الله. طبعا وفعلا بارك الله فيك الاخ عبد الرزاق. يعني في سؤاله في الموضوع، يعني ما يحدث الآن حتى في العالم العربي وما وهذا الرفض المستمر بسبب العناد، يعني هذا يبدو أن فعلا أمور موروثة أبا عن جد لأجيال بسبب العناد والتعنت حتى لا يقبل أن يسمع الآخر ولا يجرؤ أصلا. لهذا ترى الأمة للأسف اليوم الناس وخاصة في المجتمعات العربية تراهم حمقيين سريعين الغضب بسبب التعنت، أنه جاء شيء ينقض الذي ورثوه. يعني الحقيقة أن يعني التربية على التعنت هي تربية ممنهجة بكل أسف في ثقافتنا العربية. إذا مثلا أخذنا على سبيل المثال كيف أن التربية الدينية في المدارس، يعني عندما يقدمون مثلا رأيا فقهيا وهذا الرأي الفقهي يصورونه بأنه هو ما أراده الله سبحانه وتعالى ويقصي الآراء الفقهية الأخرى، ومن ثم لا يسمح للطالب بمجرد مناقشة مسألة دينية لأن هذا يعتبر من الكفر ومن المحرمات. فهذا المعلم هو يقدم نموذجا للتعنت يربي عليه هذا الجيل من الطلاب الذين سيصبحون فيما بعد آباء يورثون يعني هذه الحالة. لذلك دائما في الدروس الدينية سواء في المدرسة في المسجد يجب ألا تسأل، لأن يقولون أن هذه الأمور لا تعلل، أنت تفعل ويجب ألا تسأل عن الحكمة، والموضوع لا يكون بهذه الطريقة، هو إنما هو عنده يعني فهم معين وهذا الفهم أخذه عن شيخ معين عن عالم معين وتبنى هذا الرأي وهذا الفهم وجعل الدين كله قائما على هذا الفهم، وربما حتى يقصي النص الآية القرآنية يقصي الحديث ويقدم رأيه. فهذه الخطورة. يعني مثلا الآن هذه الأمور ظهرت في الفتاوى الدينية السياسية، يعني ترى أناس مثلا أو مشايخ يعني يتصلبون بآرائهم يفتون على سبيل المثال بجواز القتل، بجواز الاستعانة بالكافر. هذا التعنت ماذا تستفيد الأمة إذا اكتشفنا بعد مرور زمن طويل أن هذه الفتوى كانت خاطئة؟ وحتى هذا الإنسان حتى لو اعترف بخطئه وتراجع عنه وقد يعني دمرت الأمة وما حدث، ماذا نستفيد يعني من ذلك؟ لذلك لابد من معالجة المشكلة قبل وقوعها، لابد أن يكون هناك شورى، لابد أن يكون هنالك مجامع، لابد أن نسمع للآخرين، خاصة نحن نعيش في عصر يعني النفوس زوجت، الاتصال يعني لا شيء هناك يعني مختبئ ويمكن يعني كل شيء يبحث به إلا الأمور الدينية بسبب هذا يعني. وهذا هو التعنت يعني، ومن هنا حدث الصدام تاريخيا بين العلم والكنيسة. قبل أسبوع أيضا نشرت فتوى لأحد الشيوخ في أوروبا، يعني طبعا إنسان يخجل أن يتحدث عنها
أن الفتيات أو النساء لا عن مثلا بعض حتى لا يمروا في مكان فيه بعض الخضروات مثل الموز والخيار، وانظر بدأوا يستهزئوا في أوروبا هذا الأسبوع، يعني انظر كيف فسدت أخلاقهم، فسدت عقولهم بسبب هذا التعند المريض، يعني يخرجوا يصدرون فتاوى مريضة يدل على وينمي على يعني هذا التذبذب، هذا التغير الجذري في الفتاوى التي الآن يعني نعايشها وقد وصلت يعني بعض الأحزاب الإسلامية إلى الحكم، هذا التراجع في الفتاوى والتناقض في المواقف، الحقيقة أن هذا يعني يضعف من جهة هذه الجماعات ويفقد المصداقية فيما يقدمونه من أفكار ويسيء للدين. يعني كيف أن هذا الشيء الذي كان يعني محرما ومن المحرمات أصبح الآن مباحا وواجبا؟ يعني لاحظ أن هذا التعنت لأنه ليس مبنيا على يعني على أساس على منهج الأمة، الناس، المجتمعات، الأسرة. الأب يعاني، الأم تعاني، هذا ما أريد أستاذ أيمن أن تركز عليه، يعني الأب يعاني بسبب ابنه متعنت، الولد يعاني من أبوه بسبب التعنت، هذه الأمور كما نراه الآن، كل هذه الأمور، المواقف الصلبة مصدرها التعنت. نعم. فقط نقطة الذي حدث الآن يعني في تربية الأطفال والتلاميذ في المدارس، هناك حدث ردة فعل، يعني كان مثلا المدرس يقمع الطلاب لا يستمع لآرائهم، يعني كانت لغة التعنت هي لغة التخاطب بين المعلم والتلاميذ. ما الذي حدث الآن بعد هذا الانفتاح؟ حدثت ردة فعل اتجاه هذه الحالة من التعنت ضد المعلم، ضد الأب، فتلاحظ هذه الحالة من التمرد وعدم يعني قبول رأي الأب أو رأي المعلم كردة فعل. كل ذلك لأن يعني هذه التربية كانت بكل أسف هي تربية مبنية على يعني التلقين وتنفيذ الأوامر والواجبات دون إيجاد قناعة داخلية اتجاه يعني التحقيق مثل هذه الواجبات وهذه الأمور التي يجب أن ننفذها بقناعة وليس لتنفيذ أمر مجبر على تنفيذه. يعني هذا التساؤل المحير الذي يعني يحير الجميع دائما، من المسؤول ومن أين نبدأ؟ يعني أطفالنا، طيب نحن كشعوب نعاني من العناد والتعنت، طيب من المسؤول عن هذا الكلام؟ في رأيي الجميع مسؤول، أنا، أنت، وهو، وهي، جميعنا مسؤول عن هذا الموضوع، كل حسب موقعه وحسب طاقته وقدرته. ومن أين نبدأ؟ كيف الحل؟ من أين نبدأ؟ لا يوجد حلول سحرية، يعني ننام فنصحو في اليوم التالي فتكون هذه المشكلة قد حلت، ولكن على كل شخص أن يتخذ قراره بشكل فردي. هل أريد أن أستمر في هذا التعنت، في طريق التعنت والعناد؟ أنا شخصيا أريد ذلك، أريد أن أستمر بذلك، أم أريد أن أتوقف وأصبح إنسان مرنا متفهما قابلا للأخذ والعطاء، قابلا للاحترام الآخر وتقبل الآخر. وبالنسبة لابني، إذا كنت متزوجا ولدي أبناء، هل أريد أن أربي ابني بهذه الطريقة أم بطريقة مغايرة؟ هذا هو المهم، من هنا نبدأ، وليس المهم يعني ما النتيجة التي نصل إليها في غضون شهر أو سنة، ولكن المهم هو ماذا فعلنا لنخرج من هذه الأزمة كأفراد. أنا أريد أن يعني أن أعيد وأذكر، نحن نربي أولادنا على العناد من خلال يعني من خلال طلبنا منهم أن يطيعون دون حوار. عندما نطلب من أبنائنا أن يطيعون دون حوار، وعندما يقول الولد لماذا، يسأل الولد عادة ليش، لماذا، فيقول له أباه أو أمه لا تناقش، هذا السؤال لا تتكلم، الأدب والاحترام يعني. نعم. للأب هكذا يعتقد الأب والأم أو حتى الأستاذ في المدرسة أن هذا السؤال لماذا هو يقلل من أدب يعني الطفل في وجه أبيها. يعني معنا القرآن عندما يتحدث عن شيء يأمرنا بشيء، هو يعطينا أيضا الحكمة من هذا العمل ويحفزنا أن نقوم بهذا العمل، يعني يعطينا الثمرة، النتيجة من هذا العمل. لكن هذه التربية حقيقة تربية الجاهلية، أن
لا تبين حتى يفهم ويعي ويدرك ما تلقنه، فمجرد التلقين الحفظ بدون فعلا خطير. يعني فعلا يعني أم أحمد، السيدة أم أحمد تقول من سوريا: التعنت انتحار ذاتي، والانتحار الذاتي كأنه قدر محتوم لهذا المتعنت. التعنت لا يقدم إلا العراقيل التي تعوق عملية تقدمه روحيا وماديا على حد. يعني ملاحظة سريعة جدا أنه أيضا يعني كما الأسر نمط التربية المتشدد ينتج متعنتين ومعاندين، أيضا النمط المتساهل في التربية ينتج متعندين ومتعندين ومتعنتين. أيضا نقطة سريعة جدا، وهي كثير من الخلافات الزوجية تحدث بين الرجل وزوجته في فترة الإباضة، وهنا يعني سر لا يعرفه معظم الأزواج أنه في هذه الفترة تكون الزوجة في حالة عناد، وهي حالة عناد غير مقصودة، هي حالة عناد عصبية. نعم، هي حالة نفسية عصبية هرمونية يعني قصرية تكون فيها المرأة. فعلى الرجال تفهم زوجاتهم في هذه المراحل، ومعرفة يعني أسباب العناد الذي يكون ليس من طبع الزوجة ولكنه في فترات معينة يأتي ويذهب. يعني يجب أن نكون متفهمين حتى نقلل، لا تقومها فإنك نعم، حتى نقلل من الخلافات ويبقى الود والمحبة هو السائد. حكم ما تقول السيدة أحمد، يعني التعنت هو من الأمراض الجديرة بأن تحظى بالعناية والمعالجة، لأنه لا يعترف بالإيجابيات التي تساعد على التطور على جميع الأصعدة، والتي تبقى أقل بكثير من التوقعات المبنية على الإمكانيات والطاقات المتاحة. وهناك سيئة أيضا متعلقة بالمتعنت نفسه، هو عدم قبول النقد الذاتي، لأنه شرط تصحيح الرؤية واستيعاب الواقع. فعلا مداخلة مفيدة جدا، بارك الله لها. وهو يتطلب، تقول يتطلب الاعتراف بالسلبيات وتحليلها والتعلم منها والسماح بتراكم المعارف والخبرات بما يتيح استيعاب عبر الماضي ودروسه البليغة، وهو يغلق باب جهاد النفس من أجل ترويضها وترقيتها. ومن يتعنت ويرفض سماع النقد، تقول السيدة أم أحمد، فهو يحط من قيمته الإنسانية أو انتقاص من قابليتها للرقي، وهو في الواقع تافه مكابر لم يبلغ بعد تلك المرحلة التي تتيح له مواجهة نفسه وترقيتها والنهوض بها نحو المعرفة. يعني باختصار انتهى الوقت. يعني كيف نواجه التعنت؟ بالاعتراف، بمجاهدة النفس على الاعتراف بالخطأ. هذا كل إنسان مربي من موقع مسؤوليته، إنه شيء جميل جدا أن يعترف الإنسان بخطئه، ليس منقصة في ذلك، بل بكل تأكيد سوف ينال احترام وثقة الآخرين به، ويعتبرون ذلك أمرا وفضيلة. الاعتراف بالذنب فضيلة، فبذلك هذا عندما نفعل ذلك إنما نرسخ خلق التواضع في أنفسنا، وبالتالي في هذه الحالة يذكرنا الله سبحانه وتعالى، يعيننا الله سبحانه وتعالى على التخلص من هذه الآفات، آفات العنث التعنت التي تورث الإنسان التكبر وعدم السماع للآخرين. جزاكم الله أحسن الجزاء، جزاكم الله أستاذ أيمن. مشاهدينا الأكارم، غدا حلقة مسجلة نتحدث فيها عن الرغبة العارمة وقلة الرغبة، يعني الرغبة العارمة، الشهوة، هذه الرغبة العارمة تولد الجهل، ومن ثم تولد الإثم. الإثم مرض يحجب الإنسان من معرفة الله عز وجل. لهذا الكثير، ونرى أكثر الناس للأسف بعيدين حقا عن الله عز وجل وعن معرفة الله عز وجل بحق وحقيق، يؤمنون بالله فقط لأنهم ورثوا هذا الاصطلاح عن الآباء والأجداد. كونوا معنا غدا الساعة 7 لتكونوا معنا في هذه الحلقة: الرغبة العارمة وقلة الرغبة كيف تولد الإثم. بارك الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.